قبل توضيع الصوبات أول شيء بطاريات كانوا قليلات أول ما جينا، وجانا فصل الشتاء، فصل الشتاء بارد ونحن مخيم، خيمة يعني مو حيط، خيمة، تعرف الخيمة يعني شادر مجرد القماشة، وبرد يا أخي، جينا برد قارص، وكانت حياة شوي أول ما جينا مأساوية والله. الأطفال حالتهم سيئة كثير، مو شوي والله الأطفال يعني بصراحة الأغلب مرضوا من البرد، برد موت يعني مو حي الله والله، يبرد من كثر عليه لباس، وصفط عليه بطانية يعني نحن نشيل بطانية نحطها على، نشيل بطانية نحطها على بطانية الأطفال. لا بعد ما وصل الصوبات تغير شوي المشهد، لأنه الصوبات لا شغالة، بس مجرد ما طفيتها برد، بس طفيتها دقيقتين يصير برد يعني قارص، ظل بدك شغله. نشكر منظمة بارتنرز على تقديم هاي الصوبات.